ما إن كلف جهاز الأمن الوطني متابعة أزمة الوقود في العراق حتى انحصرت الأزمة بعد حملة قادها الجهاز في البصرة لتفتيش محطات الوقود أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين بعمليات التهريب وضبط كميات من البنزين المهرب عبر الصهاريج. سببان شخصتهما لجنة النفط والطاقة النيابية كانا وراء نقص الوقود، أبرزهما تهريبه إلى أقليم كردستان بسبب فارق الأسعار. المحور الأول هو التفاوت بتجهيز محطات الوقود بالمنتوج، أيضا التهريب اللي حصل لبعض الصهاريج اللي تم تجهيزها لمحطات الوقود. بالنسبة للبنزين هو المنطقة الوحيدة اللي ممكن تستفاد من البنزين المهرب هي شمال العراق بسبب تفاوت السعر. وبعد انفراج الأزمة غابت الطوابير أمام محطات تعبئة الوقود وعادت الأوضاع إلى طبيعتها، وتحقق ذلك بعد تجديد رقابة جهاز الأمن الوطني على شحنات الوقود منذ تحميلها بالصهاريج داخل المصفى حتى تفريغها وبيعها للمواطنين. آلية كلش ممتازة أنه يراقبون المنتوج من يطلع من الشعب لحد ما يوصل لنا لهنا، يصورون تصوير كامل ويفتحون المنتوج بيدهم ويشوفون آلية العمل أنه انسيابية مضبوطة. ورا نص ساعة يجي همينة يجي يشوف المنتوج هل هو بالخزان موجود أو ما موجود بالخزان. ولتغطية حاجته من الوقود ينفق العراق سنويا على استيراد البنزين نحو 4 مليارات دولار، فيما يرجح ارتفاع الانفاق هذا العام إلى 6 مليارات بحسب أعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية، مؤكدين أن لتر البنزين الواحد عالي الأوكتان يكلف الدولة 1200 دينار وهو يباع بسعر مدعوم، إلا أن فارق الأسعار شجع على تهريبه. توقف العراق عن استيراد هذا المنتوج لسببين. السبب الأول أنه كان مدعوما حيث يشترى بمبلغ باهظ يصل إلى 1200 دينار ويباع بسعر رمزي، نفس الوقت هو عامل مساعد للتهريب كون سعره أكثر بكردستان العراق. وتنفذ حاليا مشاريع مهمة في قطاع المصافي في البصرة وصلاح الدين وكربلاء، يتوقع أن يسهم افتتاحها في معالجة جزء كبير من مشكلة الاستيراد الخارجي. جهاز الأمن الوطني توعد بملاحقة مهربي المشتقات النفطية ومفتعلي الأزمات، ذلك من أجل القضاء بشكل نهائي على أزمة نقص الوقود. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.